افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات النسخة 16 من معرض دبي الدولي للطيران 2019 والذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه بالوجود الدولي الكبير جنبا إلى جنب مع الشركات الوطنية والعربية تحت مظلة دبي الدولي للطيران، مرحبا سموه بضيوف الدولة من عارضين ووفود رسمية وزوار جاءوا إلى دولة الإمارات من أنحاء العالم. وعبر سموه عن أمله في أن يعودوا إلى بلادهم حاملين ذكريات طيبة عن دولة الإمارات وشعبها وأصالتها وتراثها. وقال سموه في تغريدة له على تويتر: في معرض دبي للطيران مع أخي محمد بن زايد نستضيف 160 دولة ونحتضن أكبر ورشة عالمية تضع بصمتها على مستقبل طيران البشر. الإمارات اليوم تمثل محركاً في عالم لم تكن تمتلك فيه طائرة واحدة قبل 4 عقود. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة له على موقع تويتر: شهدت وأخي محمد بن راشد افتتاح دورة جديدة من معرض دبي الدولي للطيران 2019، وأكد سموه أن المعرض رسخ مكانته عالمياً باعتباره أحد أهم المعارض المتخصصة بالطيران ومنصة دولية رئيسية لعرض أحدث ما توصلت إليه تقنيات وتكنولوجيا الدفاع. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المغفور له الدكتور عدنان الباتشي، وقال سموه عبر تويتر: فقدنا اليوم رجلا عزيزا وصديقا وفيا عمل مع الشيخ زايد بإخلاص منذ بدايات الاتحاد وأسهم بخبرته وعطائه ومواقفه النبيلة في إيصال صوت الإمارات إلى العالم. رحم الله الدكتور عدنان الباتشي وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. كتب الحساب الرسمي للإذاعة الجزائرية على تويتر مغرداً: أحوال الطقس بحول الله، أمطار معتبرة متوقعة اليوم الأحد بالمناطق الوسطى والشرقية وثلوج بالمرتفعات التي يفوق ارتفاعها 1000 متر، ونشر بعض الصور للثلوج في مناطق مختلفة من الدولة. شبكة نتفليكس تطرح جزءاً جديداً من مسلسل The Crown بعد نجاح المسلسل في موسمين سابقين، ويتناول المسلسل السيرة الذاتية للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة. الجزء الأول كان قد عرض عام 2016 وتكون من 10 حلقات، الجزء الثاني عرض عام 2017 وتكون أيضاً من 10 حلقات. وعلى الرغم من نجاح المسلسل فإن أفراد العائلة المالكة البريطانية يتجنبون مشاهدة المسلسل التلفزيوني الشهير The Crown لأنه يعكس صورة قريبة للغاية من واقع الكثير من الأحداث المثيرة للجدل التي مرت على العائلة المالكة البريطانية، وذلك طبقا للمؤرخ الملكي الشهير روبرت ليسي. We're ready for you, your majesty. 3, 2, 1. This is Jubilee Day. This is a day as grueling as the Queen's coronation 25 years ago. On days like today, ask yourself, in the time I've been on the throne, what have I actually achieved? For the times, they are a-changing. Go senators, congressmen, please heed the call. The country is bankrupt, our national security is in tatters. The will of the people has changed. If that man wins, he'll want us out. This is no longer peacetime. This country was still great when I came to the throne. All that's happened on my watch is the place has fallen apart. You cannot flinch. It's only fallen apart if we say it has. That's the thing about the monarchy. We paper over the cracks. Your sons and your daughters are beyond your command. Elder sister, younger sister, number one. If I may offer 2 pieces of advice, never turn your back on truth. And the second? No, they don't. A role to play. Am I listened to in this family?
Am I seen for who and what I am? No. For life as a support act. We have all made sacrifices and suppressed who we are. It is not a choice. It is a duty. For the times they are changed.